مواصلة للمجهودات المبذولة في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بن عامة من توقيف شخصين يمارسان طقوس السحر والشعوذة وتدنيس المصحف الشريف. العملية تمت على إثر معلومات واردة إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين بن خليل تفيد وجود الشخصان السالفان الذكر يحترفان ممارسة طقوس السحر والشعوذة. بعد استصدار إذن بالتفتيش تمت مداهمة منزل المشتبه فيهما، أين تم توقيفهما مع ضبط وحجز أشياء وأغراض ذات صلة بقضية الحال ممثلة في معادن وبعض السوائل وكذا تمائم وأحراز وطلاسم بالإضافة إلى كتب دينية مدنسة. بعد استيفاء التحقيق سيتم تقديم المتهمان أمام الجهات القضائية.